Today we will continue about talking about how can we use IBM in management of the best. One of the techniques is the prevention techniques. Prevention technique اللي هي use resistant variety مثل ما حكيناها انه استخدام الاصناف المقاومه, shifting cropping period اللي هي التلاعب في عمل الديتس اللي هي سواء يا زراعات مبكره او زراعات متاخره, field sanitation اللي هي نظافه الحقل, promoting crop aeration and canopy management practices اللي هي انا بساعد انه البلانت عندي يكون healthy, يكون قوي, عنده القدرة انه يتحمل اي اصابة عن طريق انا بعمل له fertilization, بعمل له good agricultural practices, بساعد النبات انه يكون very strong and healthy plant. Rational fertilization برضو نفس الشيء, انا ما بضيف الفيرتلايزر ولا الاسمده ولا المبيدات بشكل عشوائي, لازم يكون بشكل مدروس ومبني على قواعد علميه سليمه على اساس انه اعطي الاحتياجات الملزمها النباتات اللي هو الريكويرمنت اللي هو من النيوترينت ريكويرمنت بقدر اللي هو بيحتاجه. Promoting beneficial insect, طبعا الانسكت اللي هي النافعه انا بدي احاول اني احفزها عن طريق توفير بيئات اخرى او هابيتات بديلة لهاي الأعداء الحيوية, عشان في حالة إنه النبات اللي موجود عندي مش موجود والآفة اللي بتيجي عليه مش موجود يكون في له بديل آخر إنه يقدر يعمل عليه hibernating أو إنه يكون يدور على مصادر أخرى للفود. Use indicator plant, أنا ممكن أستخدم بعض النباتات اللي بتدل على حدوث الإصابة, بتكون عبارة مثل ضوء أحمر بتشير لي انه انا دخل عندي فيروس, مثلا مثل يوز الروز اوف جريب فور جريب فاين باودر ميلديو. عاده بتروحوا هلا بعد فتره بشهر 2-3 لما بتبلش الدنيا ربيع بتلاقوا كل النباتات الروزز الجوري كلها عليها طبقه بيضة, لانه الجوري حساس للباودر ميلديو اللي هو البياض الدقيق وبتطلع عليه الاعراض بسرعه. فانا هلا لما بشوف انه الروزز صار عليها اعراض وبكون زارعتها حوالين الفينيار تبعوت العنب, بقدر اقول انه اوكي ماشي, اذا الروزز صار عليها باودر ميلديو يعني النكست راح يكون الجريب فاين. فانا بصير عندي انه اوكي هلا بقدر استخدم مبيدات فطريه على اساس انه امنع حدوث الاصابه او اقلل من حدوث الاصابه. Now pest biological control, الطريقة الثانية اللي حكيناها اللي هي المكافحة الحيوية. شو معنات مكافحة حيوية؟ هلا release a rare beneficial predator and parasitoid arthropod for insect and mite, هاي اللي هي استخدام الأعداء اللي هي المكافحة الحيوية. أنا بستخدم يا متطفلات أو مفترسات أو microbes, هذه بتكون دورها إنها تتغذى على الأمراض النباتية, على الحشرات الضارة وعلى الحلام الضار, مثل استخدام 3 terms هذول رح ناخذهم بالتفاصيل اللي هي inoculation, augmentation and inductive. شو معنات هذا؟ augmentation بقوي, بكتر, بزيد, بعمل مثل breaking down, break flush, بزيد, بعمل تعويم, هي بالعربي معناها تعويم. Inoculation حقن, بحقن الحقل أو المكان بسبوت, بعمل ريليس بس بكميات قليلة بس مستهدفة. يعني أنا في عندي مجموعة من النباتات عليهم أحدهم عليه إصابة, أنا ما برش الأعداء الحيوية على كله, باجي بختار هذا النبات المصاب وبعمل له حقن, طبعا مش حقن بالإبرة ولكن برش عليه أعداء حيوية بكثرة على أساس إنه بكون سبوت أبليكيشن. Inundatives release اللي هي بتكون عادة بتكون حسب الموسم اللي أنا بخليها عشان الحشرة تستقر وتكتر وتصير تاخد establishment في الحقل. هدول الـ 3 hypotheses رح ناخدهم بالتفاصيل, أنا هلأ هون بس بدي أمشي عليهم بشكل سريع. هدول اللي هم شو معنات اللي هم 3 theory or 3 method of IBM. Inundatives, لا مش برش عليها, بعملها رش وبخليها تعمل building up لحالها في الحقل بحيث انه يكون في عندي continuous supply للأعداء الحيوية, متأقلم وبتكون عاملة استقرار ومستقرة ووضعها تمام وبتضلها تنتج زيها زي الحشرات بوجود الأعداء. هلأ مثل اللي هو بستخدم الأوبيوس كان كولر against olive fruit fly اللي هو أنا بستخدم هاي الطريقة, الثلاث طرق المختلفة حسب درجة الإصابة.
هلا الاذر ميثود اوف بيست كنترول مانجمنت الميتنج ديسربشن. حكينا عن الميتنج ديسربشن سواء باستخدام الفرمونز او سواء باستخدام الراديشن ورح نيجي عنهم بالتفصيل. يوز انتاغونيستك مايكرو اورجانيزم مثل البكتيريا مثل الفطريات مثل البروتوزوا مثل النيماتود كلياته برضه احد الطرق اللي بنستخدمها للبيولوجيكال كنترول. طبعا هلا مش بس للحشرات البيولوجيكال كنترول also for plant diseases الامراض النباتيه مثل الباودري ميلديو بنستخدم احنا أرثروديوس لامبي اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الحلم بتغذى على الفطريات أو الباسيلوس ستابلوس أو ترايكوديرما هيزاريوم فيرتيسيلوم ليكاني تيليوبسيس سبيسيز هدول كلياتهم أمراض ولكن بتتغذى مش أمراض هي مايكرو أورجانيزم فطرية انتوموباثوجينيك فانجاي بتتغذى على الأمراض الضارة. هلأ لما بدي استخدم التراب بلانت حكينا قبل انه انا بستخدم بالفيزيكال كنترول والايكولوجيكال كنترول انا بعمل انتر بلانتين بعمل بانكر بلانت او تراب بلانت. هاي احد الامثله. هلا انا بعرف انه في عندي فرانكلينا او سيدياليس اللي هي عباره عن التريبس هاي عباره عن نبات بصيب بنقل امراض فيروسيه. هلا وجدوا انه في عندنا فاسوليا تنسوفيولا اجينست فرانكلينا اسندنتاليس بتيجي تارجت سبيسيز اجينست نيماتود ميلودوجينا. هلا انا لما استخدم الاول سيد راديش ات كود بي بوتنشال كروب فور ذا سيست نيماتود. هلا هذا النبات انا بستخدمه كتراب بلانت. شو معناته؟ النيماتود بتيجي على هذا النباتات وبتعمل السيست داخل هذا النبات. فأنا بجي بعد فترة بكون عارف إنه هذه الفترة اللي بيكون النباتات بلش يعمل فيها السيست على حسب درجات الحرارة ودورة حياته بشيل هاي النباتات. فأنا شو بشيل؟ بشيل كل السيست من الحقل بنظف هذا على أساس إنه إذا كنت زارع مثلا جنبيها باذنجان ولا بندورة ولا بطاطا بالمكشوف ما يجي لي على محصولي بيجي على التراب بلانت. هذا بالنسبة لي نبات من أنواع اللي هو الأعشاب بس إيش بيجذب النيماتود لإله فبالتالي أنا بعمله كتراب بلانت مصيدة نبات مصيدة. هلأ أنا بدي أستخدم بايوبستيسايد. طب هل البايوبستيسايد all good وشو الأدفانتج والديس أدفانتج لإلهم؟ أحد الأدفانتجز طبعا انها امنه للبيئه امنه للماميليانز امنه للكائنات الحيه الها مينيمال افكت اون بينيفيشال انسكت فاست اكشن بريك داون ات لو انفايرمنتال امباكت هايلي سيلكتيف شورت بري هارفست انترفال لو فايتوتوكسيسيتي. طبعا كلياتهم هدول البايوبستيسايد معروفين يعني لانه هدول عباره عن مايكرو اورجانيزم لا راح يسبب لي لا فايتوتوكسيسيتي اللي هي سميه للنباتات يعني مش راح يطلع عندي تسمم لانه هي مش كيميكلز. برضه شورت هارفست انترفال لانه المايكرو اورجانيزم او الاعداء الحيويه دوره حياتها حشره او مرض دوره حياتها قصيره فبضطرش استنى مثلا اسبوعين ثلاثه عشان يطلع عشان اتخلص من الريزيديو لانه ما لهم ريزيديوز. هاي سيلكتيفيتي ما مش كل المايكرو اورجانيزم بتاثر على كل الحشرات او كل هذا بتكون كثير سيلكتيف في اغلب الاحيان يعني ودائما بتيجي على الحشرات او الامراض الضاره وبتترك النافعه. الها فاست اكشن وبريك داون ان ذا انفايرمنت تاثيرها سريع لان دوره حياتها قصيره وما الها تاثير على البيئه لانها رح ترجع عباره عن ناتشرال اورجانيزمز موجوده في الطبيعه ومينيمال افكت على البينيفيشير. مش كلهم ولكن اغلبهم تاثيره على الحشرات او البولينيترز اللي هم الملقحات كثير قليل. هاي الادفانتج. طيب شو الديس ادفانتج او الليميتيشن؟ بدناش نقول الديس ادفانتج نقول الليميتيشن. هلا عاده انه the contact product adequate is cover is essential and have a good efficiency. لازم انا لما بدي استخدمه اعمل تغريق خاصه انا بدي استخدم المايكرو اورجانيزم يعني ما عندهم الخاصيه انهم translaminar او systematic ما بيمشوا بعصارة النبات، لو برشوا بالتربة ما بيطلع على النباتات فوق، فبالتالي بدي أرش بدي أغرق النباتات بالأعداء الحيوية سواء حشرات أو بأمراض أو الانتوباثوجين مايكرو أورجانيزم. هدول عادة في عندي أنواع، في عندي هدول ناتشرالي أوكيرينج سبستانسز اللي هي بتكون عادة موجودة في الطبيعة، يعني أنا لما كل المايكرو أورجانيزم إحنا موجودين بتكون في الطبيعة.
عادة أنا بتركها لحالها بوفرها للظروف الجوية، مثل هلا اللي عنده مثلا زارع نقول ايش هلا بزرعوا مثلا بيجي عليها من بتلاقي ام سليمان مفروض انها تكون موجوده، فانا بروح بوفر الظروف مناسبه لام سليمان، برشش مبيدات، بحاول اني اغطيها عشان ما يكونش الدنيا برد او انها تتعرض لدرجات حراره او صقيع، فبالتالي انا بساعد ام سليمان انها تتكاثر وتكون موجوده. هي موجوده، انا لا رشيتها ولا جبتها ولا ربيتها، هي موجوده في الطبيعه، فانا بخلي بس بساعدها بوفر لها، ممكن احط لها إشي تتغذى عليه، بحط لها مثلا ندوات عسلية، بزيد من النباتات اللي هي لها زهرة عشان تاخد منها البولن، تاخد منها حبوب اللقاح أو البوربولوس عشان تتغذى عليه كمصدر للبروتين، فأنا بساعدها. في عنا الثاني اللي هي substance of from plant original اللي هي البوتانيكال. هلأ في كتير حاليا عم بلاقوا أنه في كتير نباتات عشبية كانوا قبل اهالينا يستخدموها لميديسينال، يعني بياخذوا الشجري بيشربوا لها المغص، الكتالي بياخذوها للديدان، اللي مش عارفه ايش يعني في اعشاب طبيعيه بنستخدمها احنا بالطب العربي او بالطب البديل، هلا صار ياخذوا هذول ويستخدموها كمبيدات للحشرات. فهلا اللي بيشتغل مثلا بالاورجانيك فارمينج، لما يكون عندهم من بروح بجيب مسحوق الفلفل والثوم والبصل منقوعه وبصير يرشه، ليش؟ لانه هدول عباره عن مواد طارده وانتي انفلاماتوري، فبتطرد وبتقتل الايفيد لانه الايفيد حساس، فهو بيستخدم مبيد نباتي او بوتينيكال من اصله نباتي عشان يكافح هاي الافات من النباتات. هلا substances of from animal origin اللي اخذناه احنا، هلا احنا بتتذكروا الابامكتين من وين اخذناه؟ اخذناه من الستروبتومايسينز، الاصل له انيمال اوريجين، اخذنا احنا من النباتات او من الحيوانات واستخدمناه ك هذا. مثلا هلا لما بيحكي لك واحد عنده حروق شو بيسوي؟ واحد انحرق بقول لك روح جيب شمع العسل. شمع العسل عباره عن ايش؟ ماده انتي انفلاماتوري، فهلا ممكن انهم يستخلصوها من انيمال. الفات اللارد هذول كلياتهم نستخدمهم، نستخلص منهم اللي هم بعض الكيميكال، المواد اللي احنا بنستخدمها لعلاج الحشرات او الامراض. microorganism based on biopesticide اللي هي اللي حكينا عنهم، البكتيريا، الفطريات، الفيروسز، النيماتود. طبعا هدول كلياتهم السورسز اللي موجوده عندي انا من وين اجيب بايوبستيسايد. هلا التايب اوف بايوبستيسايد رح ناخذ منهم امثله اللي هي naturally occurring substances، اللايم، السلفر، الكوبر، هدول عباره عن ايش؟ مواد طبيعيه، كبريت، نحاس، شو اسمه، حديد، كلياتهم هدول انا بستخدمهم كمصادر لعلاج امراض نباتيه. هلا ايام لا زال الحديد هلا اللي بكون زارع مثلا بالشتاء وبيطلع عنده باودر ميلدجي، شو بتلاقي النباتات كلها؟ كبريت لونه اصفر، بتلاقيه بعفر كبريت، ليش؟ لانه كلياتهم هدول بتكافح الامراض الفطريه. بستخدم الكوبر، بيستخدموا بخلطات مختلفة، بس بصير بيعفر بالمبيدات اللي هي، هذا مش مبيد، هذا مادة سبستنس ناتشرال طبيعية، لا تصنعت ولا الإنسان صنعها ولا استخرجها من المصادر، من المناجم، من السورسز تبعتها، واستخدمها as is يعني مثل ما هي. والشيد كلياتهم هدول مواد بس إنه تعمل لاستخدامها اللي هو ناتشرالي occurring. هلا بوتانيكال اللي زي ما حكينا الازاداكترين حكينا عنه اللي هو من شجره النيم، في عندنا الكريزانتيمم اللي اخذنا منه البيرميثرين، الريتينون اللي اخذنا من جذور نبات الريتينون، وكل هدول النباتات اللي حكينا عنهم كسورس من نباتي احنا بناخذ جزء منه سواء اوراق او جذور او ساق او ثمار ومنجففها او بنغليها او بننقعها وبنستخدمها لمصدر لمكافحه، حتى مثلا مثل النيكوتين اللي هو عباره عن ورق السجاير، هو مبدا النباتات اللي هلا المبيدات اللي هي اغلب المبيدات الجديده اصلها انها بتستخدم نفس تاثير النيكوتين، ورق الدخان كانوا يحرقوه قبل المجفف ويدخنوا فيه لانه اصلا بيقتل وماد سام لكل الحشرات الموجوده، بس هلا صار اغلى انهم يحرقوه فبالتالي بيدخنوه. هلا التايب اوف بيستسايد اللي هي بلانت اويل، في عندنا كثير نباتات عطريه مثل النعنع، الروزماري، القرنفل، مش القرنفل الورد الكارنيشن، كبش القرنفل، هذول السبايسز هذول كلياتهم بيطلعوا منهم زيوت، هاي الزيوت المستخلصه منها عباره عن اسينشال اويل، الها
تأثير على أغلب الأمراض الحشرات الكائنات الضارة مثل المنت، الباين، الكراوية، الهام سيد، الكوتن سيد، الراب سيد، الكاستر بين، كوكونات، صويا بين، بالمز، الكور، كلها هدول نباتات بناكلها، ولكن الثمار تبعتها لما بتتعرض لعملية ديستيليشن أو عملية تقطير بيطلعوا منها اللي هي الزيوت العطرية أو الزيوت الطبية، وبيستخدموها في عمليات المكافحة. آه طبعا بدكم تحفظوا من كل من هدول الناتشرال خمسة. هلا substances of animal origin اللي هي البي واكس حكينا عنه، الجيلاتين، الهيدرولوسز بروتين، كلها هدول عبارة عن مواد مستخلصة من حيوانات احنا بنستخدمهم في عمليات المكافحة او عمليات اللي هي تصنيع المبيدات او بنستخدمهم كمبيدات. animal fat من الويل والفيش اويل، نستخدم زيت السمك، بتعرفوا انتم بتاخدوه عشان يصير عندكم ذاكرة ويوسع لهذا، برضو بنقدر نستخدمه لعملية المكافحة او قتل او انه بنعالج بعض الامراض. اللي هي دي جراس، الول، اللورد، النت فود، هذول كلياتهم مصادر من الحيوانات. substances used in trap and as in dispensers اللي هي دايمونيوم فوسفيت، ميتال ديهايد، فيرمونز، بايروثرويدز، كل هذول عادة لما انا بستخدم الفيرمون، الفيرمون شو حكينا؟ عبارة عن كيميكال سبستنسز مصنع بيشبه الكيميكال سبستنسز اللي بتيجي بتطلق الحشرات عشان تنادي على الاذر ميت. هلا ونادينا على الاذر ميت واجا، شو بدي اسوي فيه؟ بدي اقتله، كيف بدي اقتله؟ بقدر انا استخدم هدول المواد، هدول ما الهم رائحة منفرة، الحشرات they response بالانتنة تبعهم للاودرز للروائح، فانا لما بستخدم هدول الميتال ديهايد والفيرمونز والبايروثرويد والدايمونيوم فوسفيت، هدول كلياتهم مواد انا بحطها بالمصائد تبعت الفيرمونات عشان اقتل الحشرات واتخلص منها. والاذر اللي هي البارافين والمينرال اويل، مين ما بيعرفش البارافين اللي هو زيت الخروع، والمينرال اويلز اللي هو احنا بنستخدمه لتنظيف وتطهير الامعاء مثلا بني ادمين، بنستخدمه للتخلص من بعض المشاكل بالجهاز الهضمي. ايه الزيت الشتوي هذاك كيميكال، هذاك رفايند، هذاك مستخلص من منتجات البترول ومن منتجات اللي هي تصنيع البترول. هلا المينرال اويلز، هلا في عندك الهورتيكلتشرال اويل اللي هي عباره مثل الكاستر اويل ومثل الزيوت الذره والكانولا والصويا بين، وهدول هدول هورتيكلتشرال مينرال اويل مش اويل. هلا في عندك اللي هو الدورمنت اويل اللي هو اصله من البترول وبكون تقيل وبكون الميلتينج بوينت لإله عالية والبويلينج بوينت لإله عالية، فإله هو عشان هيك سموه دورمنت اويل لأنه ما بتقدر تحطه على النباتات إلا في مرحلة الدورمنت، لأنه بيقتل النبات إذا كان النبات أكتف بخنقه. هلأ في عنا الهورتيكلتشر اويل اللي هو هايلي ريفايند، يعني عملية التكرير لإله مكررة أكثر من مرة، فبالتالي الميلتينج بوينت لإله بتكون شوي منخفضة، الديستيليشن بوينت لإله أقل، فالتكسره بكون أسرع. فالنبات ممكن ترشوا عليه مثلا على النبات بفترة الصيف والشتاء، بس بدك تدير بالك على درجات الحرارة لأنه بحرق النباتات، لأنه يعني الدرجات العالية ممكن تأثر سلبا. ولكن إذا رشت هاي الزيوت بفترة مثلا الربيع لما يكون في عندك درجات الحرارة بين 15 ل 17 ماكسيمم 20، أما ما بترشوا مثلا يكون درجات الحرارة عندك 40 لأنك بصير عندك حرق للنباتات. هذه الهورتيكلتشرال اويل اللي هي من المينرال اويلز بتكون اصلها اصلا نباتات. بتجذبها بتجذبها، انا اتراكت اند كيل. هلا رح نحكي عن هذول مش من مصادر. هلا في عندك المصائد رح نشوف، في عندك مصائد بتكون عباره عن سطل في سائل ماشي، هذا في فيرمون، ان الحشره بس تيجي على الفرمون بتوقع في المصيده في المي، الميه او السائل هذا في ماده قاتله. هلا موجود منه بالهرمون هذا، اه موجود هذا. وفي شيء ثاني للعثث بكون عباره عن خيمه، خيمه بتعلقيها على الشجره او على النباتات بيكون فيها الدسبنسر، الماده القاتله عباره عن ماده لاصقه، الحشرات الطيارة لما تيجي على الديسبنسرز بتلزق وبتموت، زي الضوء اللي احنا بنعمل له هذا، الحشرة بتيجي على الإضاءة تضرب فيها الضوء فيها صعقة كهربائية بتنزل
على صحن اللي هو بيجمع فيه الحشرات. طيب use plants suppressive effect on diseases. هلا في بعض النباتات لما تكون موجودة في الحقل بتقلل من إصابة في أمراض بشكل كبير، بتسببش يعني بتصير تيجي الإصابة على هدول بس بتحدثش مثل outbreak. مثل زراعة البروكلي on verticillium dahlia بلاقوا إنه cover crop like mustards and sun grass and soil borne pathogens. هلأ verticillium dahlia الكل بيعرفه اللي هو الverticillium wilt اللي هو الذبول الverticilliumي. هلا هذا لما يجي على البروكلي بوجود المسترد ساند جراس، المسترد اللي هو الخردل بتعرفوه، هذا اللي بيكون احنا بالربيع بيكون عندنا ورده دزاق صفراء. هلا لما بتزرع انت البروكلي بيكون حواليك المسترد، المسترد نستخلص منه زيوت وبيصنعوا منه اللي هو الزيوت الالف، حتى في منهم بيستخدموها للبايو فيولز. هلا المسترد له ماده له قدره انه يطرد او انه يكافح او انه يقلل من الاصابه. وجدوا انه لما بتزرع البروكلي وحواليها مسترد، الفيرتوسينيوم دالي نسبه الاصابه او درجه حدوثه او الاوت بريك له بتقل. فانا النبات هذا بيعمل على تقليل حد او درجه الاصابه في الامراض. مش احنا بنحكي عن مرض فيرتوسينيوم مش حشرات. وفيها نفس الشيء مثلا في بعض النباتات بتكون طارده اللي هي repellent مثل الازادخترن. لما بتزرع انت الازادخترن حوالين النباتات، طبعا هو شجره بس له قدره انه هو انتي فيدنت وبرضه بنفس الوقت طارد، بتطرد الحشرات كتنفير فما بتيجي على النباتات ما بتحدث اصابه. طيب فيوميجنت في منهم انا بستخدمهم مثل الكاستر والنيم والاورانكيج، بتعرفوها الكيكس هذول اللي هي هذول زي الشوجر كين وزي الكوكونات كين، هدول بتيجي هيك قطع هيك، هدول بس تحرقهم هدول بيعطوك فيوميجيشن. الفيوميجيشن اللي هو التدخين لما بدك تكافح، خاصة هذا وين بصير؟ هدول لما بيكون في عندك بالحشرات الداجنة اللي بتيجي على الكاتلز وعلى الدواجن وهيك اشي. وبرضو نفس الشيء بتقدر تستخدمها ك للأعشاب لأنها إلها أليلوباثيك سبستنس اللي هي أليلوباثي اللي هي النباتات. بتعرفوا انتم في عندكم النباتات عندها قدره انها تتكاثر، في عندنا نباتات بتعمل سبريشن للجروث لنباتات ثانيه اللي هي تاثيرها تثبيط مش على الحشرات ولكن على النباتات. هذول بيؤدوا الى انه بيعملوا كيلينج للسويل بورن باثوجنز مثل النيماتود والفيرتسيليوم الرايزكتونيا الفايتوفثرا اللي هي بتكون عباره عن امراض دائما موجوده في التربه وبتسبب الذبول الوعائي او الذبول للنباتات او الدامبينج اوف للبادرات. هلا وجود هدول بستخدمه. هلا احنا كنا قبل نستخدم للفيوميجيشن كنا الميثل برومايد، من شي 15 سنه انمنع الميثل برومايد، فهلا صاروا يعملوا مواد من اللي هو اصلها نباتي عندها القدره انها وجدوا انها هاي ممكن تكون كمثبطات لنمو سواء لاعشاب او حشرات او نيماتود، من اللي هم هي الكاستر والنيم والاورنج كيك. هلا نون بيستيسايد كنترول، شو معنات نون بيستيسايد؟ انا بقدر استخدم كنترول وذاوت بيستيسايد مثل اللي هي مايكرو اورجانيزم. حتى الان موجود في عندي المعروفين 112 سبيسيز وايزوليت فور فورميليشن، منهم معروفين ومسجلين ومنتجينهم بشكل كوميرشال تسويقي. ماكرو اورجانيزم في عندي 126 انتريز، يعني 126 سبيسيز من الانسكت والمايت من الارثروبود انا بقدر استخدمهم كاعداء حيويه كبايوبستيسايد، ما بتضيف عليهم ولا شيء كيميكالز. ناتشرال برودكت في عندي 57 مايكرو اورجانيزم اور بلانت دريفاتيفز، يعني انا مثل النيم في نباتات كثير انا بس مستخلص منها بقيمه 57 مستخلص من كناتشرال برودكت. سيمي اوكيميكال، سيمي اوكيميكالز اللي هي الفيرمونات اللي انا بستخدمها سواء للاجريجيشن للسكس ديسربشن او الارم او اللي هي الفيرمونات، هدول 55 كيميكال سبستنس انا عازلينه العلماء ومصنعينه وبسوقوه في السوق. جينز اللي هي الكروموسومات، طبعا هلا صار في عندنا
الجينيتك موديفيكيشن. هلا صاروا بدل ما يلعبوا بالكيميكالز وبيلعبوا هيك صاروا يلعبوا بالجينات، صاروا قدروا يتعرفوا على 19 جين مسؤول عن الريزيستنت، مسؤول على الريزيستنت للهربيسايد او الانسكت او الفيروسز، وهدول بيتم عمليه نقلهم داخل النباتات اللي بتكون تتعرض مثلا لاصابه في بحشرات معينه او بفيروس معين او بفطر معين، بنقلوا هذا للنبات عشان يصير عنده سيلف immunization. كيف كنتوا انتوا صغار اخذتوا ابر ضد الميزز الحصبه والجدري والكوليرا والابصر شو هذول كلياتهم، صار انت عندك في جسمك في فيروس مسؤول عن الميزل، مسؤول عن التشيكن بوكس كلياته هذا، عشان اذا صار حاله اوت بريك انت اوريدي عندك هذا، فعندك اميون سيستم. هلا بشكل عام اللي موجودين بناء على هذا المعطيات، اكثر شيء عندنا احنا نسبته اللي هو المايكرو اورجانيزمز اللي احنا بنستخدمها، اللي هي عباره عن بريداتور بارازايت، واللي هي مايكرو اورجانيزم المايكرو اللي بنستخدمها للمكافحه. بتيجي بعدين المايكرو اورجانيزم اللي هي الانتوموباثوجينيك فانجاي، نيماتود، فيروسز اند بكتيريا. بعدين عندنا نسبه الناتشرال برودكت اللي هي من اساسها من النباتات ب 16، سيمي اوكيميكالز 15%، والجينز اللي هي لساتها هلا من هون ل 10 سنين رح نلاقي هذا النمبر عم بكتر، وهدول عم بيصيروا بيقلوا من اعتمادنا على النون بيستيسايد كنترول ميثودز. مش بريدنج، جينيتكس بريدنجز. بريدنج انت بتخليها هذا ناتشرال سيلكشن، احنا ما بنخليها، احنا بنلعب بالجين نفسه، نتعرف على الجين المسؤول عن الريزيستنت لحشره معينه او مرض معين وبننقله للنبات المعني. هلا we are gonna talk about now a natural product especially from plant and microorganism derived ones. طبعا اللي هم اللي plant اكبر نسبه احنا بنستخلص منها الميكروorganism او الكيميكالز اللي بنستخدمها بالنون بيستيسايد كيميكال كنترول بنسبه 62. بعدين بنستخدم بنسبه اقل من الميكروorganism مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسز. في عنا من الكراستيشيا والالجي. الالجي هلا حاليا راح يصير هذا اعلى لانه صار في وجدوا انه الالجي لها انشطه او لها اكتيفيتي ما كانت معروفه، فراح متوقع انه راح يكون في لها نشاط زياده او انه تواجد اكثر. ناتشرال برودكت ان بايولوجيكال كنترول، البايو كنترول طبعا هون في عندنا البكتيريا، الفنجاي، الفنجيسايد، الانسكت ريبلان، الانسكتيسايد، الانسكت انكاريسايد، بلانت جروث ريجوليتر. طبعا هذول احنا هاو وي ديستريبيوت استخدامنا لهذول بنسب مختلفه في عمليه اللي هي البايو كنترول. اول نبات رح ناخذ عنه اليوم بتفاصيله اللي هو ازاداكترين. ازاداكترين اللي هو عباره عن ماده مستخلصه من ماده من نبات النيم. السورس نيم تريز. طبعا هدول النيم تريز يا اما بناخذ الليفز ستم او الروت. هلا النبات اللي اسمه بدكم تحفظوا لي اسمه العلمي ازاداكترين انديكا. هلا الفاميلي ملياسي، الناتشرال هابيتات بساوث ايجيا باساسا بانديا. الاكستراكت السيد او الكورن او الروت او البلانت از از. طبعا الكيميكال هذا مش مطلوب ولكن بس عشان تعرف كيف تركيبه الكيميائي، يعني بس هذا بعد ما عملوا اكستراكت عملوا له ايدنتيفيكيشن ولقوا انه تركيبه الكيميائي، يعني ان ذا فيوتشر اذا بدهم يصنعوا زيه كيميكال they have the chemical structure. هلا الاكتيف انجريدينت اللي هي في عندنا two active ingredient with isomers اللي هي ازاداكترين A وازاداكترين B with 7 isomers. في حدا بيعرف شو هو الايزومر؟ النظائر. وجود ايش؟ وجود هدول على السيس والترانز واللي هو الزد، فبالتالي هدول بتقدر بتغيير اللوكيشن لهم الجروبس هدول الاكسترنالز تقدر تعمل نيو ايزومرز. وجدوا انه في عندنا 7 ايزومر ذات اتس فيري اور هايلي افكتيف اجينست انسكت. شو وظيفته؟ المود اوف اكشن ريبلنت، جروث ريجوليتر، انتي اوفوبيزيشن، ريديوس ادلت فيجامتي اند ايج فيتاليتي. هلا هذا الاساس في تاثيره، اول شيء هو كانوا يعتبروه ريبلنت، يعني طارد، الحشره بترش النبات مستخلصه على النبات، الحشره بدها تيجي تاكل، بتعرفش تاكل، بتهرب. فبصيرش في عندك انسكت دامج. وجدوا بعد فتره انه جروث ريجوليتر بنظم النمو، شو حكينا عن الجروث ريجوليتر؟ يا اما انهبت المولتنج او بيعمل ستوب انترفير وذ ذا ديفلوبمنت والجروث عن طريق انتي اوفوبيزيشن، يعني بمنع وضع البيوض، يعني الحشره لما بدها تيجي تحط بيوضها على النباتات بقولها ستوب،
you can't do that. فبالتالي برضو repellent عن ال eating و repellent عن وضع البيض. فبالتالي لا بتاكل ولا بتقعد عشان تحط البيوض. بالتالي they reduce fecundity، يعني الحشرات اللي بتتغذى على النيم الفيكانتي خصوبتها بتقل، فبالتالي بدل ما تحط لك 200 بيضه بتصير تحط لك 5 بيض او حتى ما بتحطش. وبالتالي حتى البيوض اللي بتنحط they are non viable، يعني ما إلها حيويه، يعني ما بتفقس، بتكون ميته. ليش؟ لانها بيرديوس الايج فيتاليتي. هلا هاو اتس وركينج، شو كيف طريقه المود اوف اكشن؟ مود اوف اكشن عن طريق كونتاكت بالملامسه، يعني اذا إيش لامس جلد الحشرة بيدخل وبيسبب التأثيرات. إذا كان ingested، إذا أكلت الحشرة، أكلت بالرغم إنه مثلا هو repellent بس في حشرات بتاكل ما بتفرقش عندها، أكلته بيأثر عليها. أو عن طريق اللي هي systematic effect، يعني ممكن يكون ماشي في العصار النباتية وبالتالي الحشرات اللي جوا النباتات ممكن تتأثر، الحشرات اللي بتتغذى بدها تتأثر. يعني إذا رشيتوا مثلا جرانيولز على النباتات ممكن الحشرة اللي تتغذى على الأوراق تتأثر أو العكس. الأكتيفيتي سبيكتروم أفكت أجينست أت ليست 200 إنسكت سبيسيز، نيماتيسايد، أكاريسايد، سيرتن فانجيسايد أكتيفيتي. هاي طريقة التأثير، بيأثر نيماتيسايد إيش يعني؟ بيأثر على إيش؟ بيأثر على النيماتود. أكاريسايد شو بيأثر؟ العناكب، المايتس اللي هو مبيد عن للعناكب. فانجيسايدال اكتيفيتي مش سبايدرز، مش سبايدر، سبايدر الكبار هذيك من اراكنيده، سبايدر الصغير الحلم اللي هو العنكبوت الاحمر المايت الريد ريد مايت او اللي هو الراست مايت، هذول الصغار اللي بتشوفه بيكون عامل ويب على الشجر والنباتات، هذا هو المايت. وله فانجيسايدال اللي هو تاثير على الفطريات. بري هارفست 3 دايز، يعني فترة اللي بدي ارش على ما احصد بس 3 ايام، لانه اصلا ناتشرال برودكت، فبالتالي فيري افيشنت. طيب النبات الثاني اللي هو الريتينون، الريتينون من النبات برضه من وين حفظ اللي هي ديرس ابليتيكا. هلا هدول بده يكون من اللي هي برضه مليناسي او الميستيكا. هلا هدول عبارة عن اللي هي فاميلي ليجيومينيسي من عائلة البقوليات. هلا في عنا الاكستراكتد فروم روت، هدول بتشبه شوية ورق الترمس، لا مش الترمس، استنى العدس. هدول اعشاب يعني؟ هدول اعشاب نباتات عشبية احنا بنستخلص من جذورها اللي هي مادة الريتانون. ريتانون بناخده من كباودر وبنحله وبنرشه، اللي هلا رح نشوف شو إله افشنسي. كيف؟ بلا إلها ثمار وإلها أزهار، ولكن إحنا السورس للمادة الكيميائية اللي هي القاتلة وإلها تأثير اللي هي الروت. إحنا بنستخلص، أما هو حسب الأزادختران باخد أكتر شيء من السيدز، بس برضو بتاخد منه الأزادختران من الروت، بتاخد من الأوراق، وبتاخد من الستم، من اللحاق، من كله. ولكن الأول بالأساس كانوا ياخدوا بس من الثمار نفسها الزيوت. هلا الريتينون البرنسيبل اكتيف انجريدينت اللي هي الريتينون النيوكلين، هدول عباره عن ايزوسلفانويد والكالويد. بتعرفوهم الالكالويد، هدول عباره عن سكندري ميتابولايتس، هدول عباره عن مواد بتتاثر على فعاليه ونشاطات بعض الحشرات. The mechanism interferes with the respiration and the peripheral nervous system، بتاثر على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز العصبي الطرفي للبريفرال الطرفي للحشرات. مود اوف اكشن مينلي باي كونتاكت سمتايمز باي انجستشنز، تاثيرها بس اذا اجى على الجلد بياثر على الحشرات، وممكن في بعض الحالات اذا دخل الجهاز الهضمي عن طريق الاكل. الاكتيفيتي نون سيستماتيك سيلكتيف انسكتيزايد، نون سيستماتيك يعني ما مكان ما بترش بضله، ما بنتقلش داخل العصار النباتيه. سيلكتيف انسكتيسايد اجينست ديبترا كوليوبترا ليبيدوبترا هيمبترا ثايسونوبترا هايمينوبترا، يعني اغلب الحشرات اللي هي احنا كل امراضنا او حشراتنا اصابه منها، ديبترا ثنائيه الاجنحه، كوليوبترا اللي هي الغمديه، ليبيدوبترا الحرشوفيه، هيمبترا النصفيه، ثايسونوبترا اللي هي التريبس، الهايمينوبترا اللي هي الدبابير والحشرات اللي هي with secondary acaricidal effective activity، برضو إلها بشكل جانبي بتأثر برضو على الحلم واللي هي العناكب الصغيرة. pre-harvest day 10 days،
يعني بده شوي ها يعني له تأثير طويل المدى، فبالتالي عملية اللي هي بري هارفست اللي هي ما قبل الحصاد بدك تستنى عليه 10 أيام قبل ما تحصد. بس شو معنى ثاني ثاينوسوبترا؟ ثايسانوبترا اللي هي تبعت التريبس، هدبية الأجنحة. هدبية. هلا النباتات الثانية اللي بنستخلص منها اللي هي البايروثرنز اللي أخذناه وأخذنا منه هو الأساس لمبيدات اللي هي بايروثرويد اللي هي تناكي تام، والأول كان اسمها اللي هي كريزانثيمم سيانورا فوليوم أو كريزانثيمم سينيوم. هدول بتعرفوا هذا؟ هذا كل بوكي ورد خاصة مسكات الصبايا للعرس بتكون عبارة عن الكريزانثيمم اللي هو عبارة عن بنسميها وردة الشمس اللي بتشبه زي عباد الشمس بس على أصغر. هذا الكريزانثيمم عبارة من عائلة كومبوزيتي، عائلة ايش بسموها الكومبوزيتي المكبوسة او اشي هيك. anyway موجودة في تشاينا وبأفريكا وباليابان. الاصل منها احنا بناخد الازهار، we extract the pyrethrin من الازهار. المود اوف اكشن بيعطينا بايروثرين 1. البايروثرين 1 له تاثير بالكونتاكت مود اوف اكشن او الانجستشنز. عشو بياثر؟ اتس اكت اون ذا بيريفرال اند سنترال نيرفس سيستم كوزن ايميديان انسكت بايراليسيس. هذا بياثر على الجهاز العصبي الطرفي والمركزي للحشرات وعلى السريع بيؤدي الى حدوث شلل. هلا عمركم رشيتوا الريد او البيف باف؟ شو بصير لما ترشها على تقلب على ظهرها وبتصير ترج؟ ليش؟ لانه صار في عندها شلل. هذا الاساس في هذا المود اوف اكشن من هذا النبات. بس ايش مشكلته هذا النباتات نبات او انه استخلص؟ حساس للضوء، يعني خلال ساعات بتكسر بسرعه. اذا بدك تحطه بدك ترشه، بدك ترشه يا اما خلال فتره الليل او فترات الساعات اللي هي قبل بعض قبل الفجر على اساس انه يعطيه وقت انه يعطي التاثير. فبالتالي اللايف سايكل له او اللي هو مش الهاف لايف له كثير قصيره. طبعا هلا بياثر له انسكتسايدل لانه بياثر على الحشرات، وبرضه في مرات له كاريسايدل اكتيفيتي. الانترفال له 2 دايز بيعتمد على درجات الحراره وساعات الاضاءه. هلا من هون بلش يطلع من البايروثرين اكتيف انجريدينت اكثر من ماده اللي هي عباره عن 6 ديفرنت اكتيف انجريدينت للبايروثرين. طلع منها اللي هي نتيجه الكومبينيشن بتوين الاسيد والالكحول. طبعا صار في عندنا بايروثرين اس، بايروثرين 1، كريزانثيمك. هذول اللي هم لما عملوا هذول وجدوا انه عندنا بايروثرين 1 سيارين جاسمولين، بايروثرين 2، سايرين، جاسمونيل 2. طبعا مش مطلوبين منكم بس اعرفوهم انه هو مش بس البايروثرين، ولكن في عندنا يعني تشبيك او عمليه كومبينيشن بين اللي هم الاسيد والكحول مع البايروثرين 1 والبايروثرين 2 عشان يعطينا نيو كومباوند. سي بي او كيميكال ريبلنت اتراكتيف سكس الارم اجريجيشن. هلا في عندنا اللي هم الكيميكالز اللي بنستخدمهم كطاردين او للكوميونيكيشن. اكثر شيء عندنا اللي هي بنعتمد احنا السكس هرمون اللي هو مبيد الجنس اللي بينادي الميل او الفيميل بينادي على الاذر بارت. اجريجيشن هرمون اللي هو 1 انسكت بتنادي على كلهم عشان يا اما بتقولهم تعالوا في وجبه اكل، او انه في عندنا حفله او في عندنا اكتيفيتي معينه بيعملوا لهم تجميع. الارم اللي هي الازعقه اللي انتم بتسموها اللي هي بتحذر الحشرات او المجتمع اللي هي بتلتمي له من خطر محدق فيهم فبيعملوا لهم الارمنج، او اللي هي اتراكتنج انه بيعملوا له تعال انه هنا في عندنا شغله تعالوا بيجذبوها لها، وريبلنت اللي هي الطارده. سيمي او كيميكال سكس هرمون. هلا ميل لوكيت سبسيكونتلي ميت وذ ذا فيميل باي فولوينج ترايل اوف هرمون ايميتد باي ذا فيرجن فيميلز. هذا الطريقة اللي هي بتعرف فيها الذكر على الأنثى، الأنثى بتصير تطلق بعض الفيرمونات بتجذب أو بتنادي على الذكر على أساس يصير عملية اللي هي الميتنج. هلا the indiscriminating application of high level of sex hormone in trap and dispenser interfere with the natural process since its contact exposure to high level of hormone make the trial following impossible. هلا مبدأ السكس هرمون إنه إحنا من نعبئ الجو بالسكس هرمون هذا اللي بتطلقه الفيميل، فبالتالي الذكر
مثل اللي بتقوله ببطل يعرف وين يروح. ليش؟ لأنه مفروض أنه الحشرة بتطلق الفيرمونات من هون، بصير إحنا بنخلي المنطقة الراديوس تبعه بيكون قد الغرفة كلياتها، فهو ما رح يقدر يحدد مكان الأنثى من كتر ما فيه إطلاق للفيرمونات، فبالتالي ما بتصير عملية التزاوج، فما بتنحط بيوض مخصبة، فما بتكمل دورة حياتها. هذا مبدأ اللي هو is using sex hormone. إحنا بنتدخل بعملية التزاوج بين الحشرات. هلأ the use of dispersant source of sex hormone released by time presented in female forms trial follow sex confusion mate disruption. هلأ لما الذكر يجي بدل ما يكون عادة بالوضع الطبيعي بيجي بيعمل allocation للsex hormone produced by female من منطقة محددة إلها راديوس محدد لأنهم بيشتغلوا بالجي بي اس تبعهم. هلأ أنا لما أكبر الراديوس من 1 سنتيمتر أو 1 متر أخليه 10 متر فهو رح يصير فيه عنده تشويش، فأنا لا بخلي بشوش ذهنه أو الريسبترز اللي هم المستقبلات اللي موجودة في قرون الاستشعار، أو بخلي عملية الميتنج صعبة، فبالتالي بعمل disruption بقطعها بمنعها بخليها ما تتكمل. Control is subsequently achieved through the prevention of the mating. بالتالي اللي هو حكينا عنه، أنا بمجرد ما أخليش الذكر يلاقي الأنثى فعملية التزاوج مش راح تتم، فبالتالي أنا بمنع عملية التزاوج، بمنع أنها تحط بيوض مخصبة، فبالتالي بمنع اللي هي دورة الحياة الثانية تكمل، فبالتالي بتكون هاي very specific. يعني السكس فورمون للكودلينج موث بيختلف عن الأورينتال فروت موث، بيختلف عن اللي هو أوداكسيفاس أورانا، كل حشرة إلها سكس فورمون خاص فيها. مثل البصمة صعب انه تستخدم سكس هرمون للحشرة غير الحشرة المسجل لإلها، فالفيري سبيسيفيك فتأثيره رح يكون شوي كتير سيلكتيف. هلأ في عنا الأجريجيتيف هرمونز اللي هي ميل and female rocket host tree following a palm air and rich with mixture of odor on the tree to aggregate hormones. هلأ evaporation of hormone vapor from dispenser attached to a host tree attract both male and female in the insect pest in bait a tree and establish condition for mass attack of bait trees by insect pest. هلا في عندنا حشرات النباتات إلها روائح و odors بتجذب الحشرات لإلها، هي بتجذب الحشرات مش عشان تاكلها، بتجذبها عشان بدها اياها تلقحها عشان يصير عملية البولينيشن، فبتجذب الحشرات لإلها. هلا في عندنا كثير من النباتات بتجذب لإلها الحشرات اللي هي بتضرها. هلا احنا وجود الاجريجيشن هرمونز اللي على الشجره بنلم كل هذه الحشرات سواء ذكور او اناث وموصلها بنجيبها تعالي في وليمه ماشي عشان تيجي على مصيده، هاي المصيده فيها الماده القاتله، فانت بتعمل اتراكت اند كيل، عم تتجمعهم كلياتهم للشجره وبعدين بتقتلهم ب one big trap. The baiting is selected area and tree reduce the number of attract in main orchard or forest area. طبعا بيعتمد حسب المساحة، يعني الشجر قديش متوزع، المساحة اللي انت زارع فيها قديش. طبعا هذا له calculation، يعني انا مثلا ليش احط 50 ولا احط 100 dispensers. dispensers حكينا عنهم هذيك المرة اللي هم الباعثات للفيرمونز. انا احط 100 ولا 50 بيعتمد ايش؟ انا مرات بضطر احط 100 ومرات بضطر احط 50 اعتمادا انه ايش؟ المسافه بين الشجره والشجره، المساحه اللي انا زارعها، حجم الشجره نفسها، اذا الشجره كبيره ولا صغيره ولا مقزمه عمرها سنتين ولا 20 سنه، فكلياته هذا له كالكوليشن محدده. The bait tree of those three close them should be filled before the progeny emerge from the infested tree. هلا انا لما بدي اعملهم attract and kill ما بجيش شوي الشجره بلومد ولا الشجرة عليها ثمار، أنا بعمل الاتراكتن كيل بالمرحلة اللي بتكون لسه الشجرة يعني يا دوب يمكن بلش يطلع لها البراعم الزهرية، عشان أنا لما أجيبها مش تيجي أجمع الحشرات على وليمة عن جد، لا أنا بجمعهم عشان أقتلهم قبل ما الشجرة تبدأ تعمل اللي هي البلومينج وعملية الجروث وعملية النمو، فأنا بتخلص منهم قبل ما يبدأ الموسم عندي بشكل حقيقي. Aggregation hormone can also be used in monitoring.
انا ممكن استخدم الفرمون هذا لعمليه المونيتور، عمليه اللي هي المراقبه، عشان اعرف انه هاي الحشره وطلعت ولا ما طلعت، لما تطلع قديش طلعت. فعشان هيك انا بعمل، عشان اعمل اللي هي تسجيل للريكورد واراقب الحقل عندي. They are effective in the case of beetles، خاصة الكوليوبترا. الكوليوبترا من الغمدية الأجنحة، من الحشرات اللي هي عندها القدرة إنها تتجاوب مع بعض باستخدام اللي هي الفيرمونز. Attractants are used in trap for monitoring and time management decision of pesticide application. أنا مجرد ما قدرت أعمل مونيتور وحددت إنه عندي عدد معين من الحشرات داخل الحقل، بناء عليه بقدر أحدد أعمل pesticide application ولا ما أعملش، أأخر ولا أقدم ولا إيش أعمل، أي management decision.